Thank you.
ورحمة الله وبركاته. خلينا ندنا شوية يم السماعة. الله يساعدكم، الله يجويكم حبايبي. اليوم راح نسولفكم شلون طلعت الخشابة بالعراق بالبصرة أبو الخصيب. وأي ناس تكلموا واللي قالوا بالقرن العشرين بال 1920 قبل 80 سنة، واللي قال قبل 85 سنة، وهذا الكلام هو كله مو صحيح. أنا مو أتكسر بهم ولا أقول أنا يعني أفضل من عندهم ليش، بس والله معلوماتكم يعني كلش مو دقيقة وكلش مو صحيحة. اللي يعني التقينا هواي يعني أشخاص يقولون يعني عمال يشتغلون بالله بالخشب ما خشب، مو هاتش الشغلة. احنا سولفناها بالأول فيديو، قلنا أول ما جابوا الزنوج من جنوب أفريقيا واستقطبوهم هنا عدن الطاعين، ظلوا يشتغلون عندهم بالعمار والسقيب والشريان وزراعة النخيل والأشجار وهذه الشغلات، يعني من الصبح من الستة تطلع الشمس لحد المغرب. فصارت عندهم حالة من اليأس يعني، يعني ما ينطون بس قوت يومها أكله وشربه يعني. فشنو سووا؟ حتى سووا ثورة وقاموا بيها، بدت من جيكور هاي بالقرن الثالث هجري قبل أكثر من 1250 سنة. فبدوا من جيكور، هم عاصمتهم جيكور، سكنهم الأصلي أبو مقيرة. أول ما اختلقت الخشب أبو مقيرة عاصمتهم جيكور. فابتدوا سووا ثورة، سحقوا لك البصرة العمار الناصرة وصلوا حد الكوت. 18 سنة ما حد أخذ لها، بس بعد سمرهم ما الحكم ما هم الدنبوك وهاي شغلات. فلعبوا جولة فارقين بعدين ورا ما تحررت. احنا كلنا سولفناها بالجزء الاول. فمن كانوا القطاعيين يعني يتعبونهم بالعمل، وصارت قلنا شو حالة من الاراق واليأس يعني من العيشة. فالتجوا قالوا سوينا فشغلات ترفه بيها، شلون يعني سنة مثل كل جمعة مثل راحوا لسيبة طلعوا سفرات. فقالوا احنا اثناء الاستراحه نسوي لنا فتشين يعني نكيف به ونتعلم. اذا شافنا فيديوهات بافريقيا وين عايشين على الطبول والقناع ودقت هاي الدقات شو اسمه اللبان مال اللبان. فاتجوا اخترعوا فد شغله خاطري شوي يقللون من ياسهم وضوجتهم. فقاموا شنو سووا؟ جابوا خشبتين نفس هذين، شفت الفيديو شلون سويتها؟ فسووا لهم شو قبقاب هيك شيء يحطونه بيدينهم هذا وهذه الطريقه. فيظل يضربون واضح بالفيديو. سوى واحد اثنين ثلاثة حد ما صار 25 30 شخص ظل يضربون. وصار بيه شلون المخالف يعني شلون الصفقة ومكاسر بيه مخالف يعني من يصير مجموعة تصير أحلى. فشميت الخشابة، هذه الطريقة اللي أول ما طلعت لاخترعوها قبل 1250 سنة وأكثر يعني. هذه الطريقة الأصلية، كل الناس اللي قالوا جمعة الخشب والله العظيم كل معلومات غير صحيح. هذه الطريقه الاصليه اللي بدوا بها. هذا شوفوها، هذا الخشبتين دقوها وسووا مثل قبقاب ظل يضربون بها. هذه هي ظهور الخشابه الحقيقيه. قالوا من نجاره، وقالوا الناس تقول حفره والخشبه، يا بل الخشبه يا حفره. بالستينات طلعت هاي اقاني الريف، احنا نجيب خشابه، خشابه هو نستعمل الخشب، الخشبه ونحفرها. هاي الخشبة طلعت غالب من الغالي الريفية بس تنظرت هي الخشابة، أو ما سووا الخشبة هذه. بعدين جابوا قحف من طين سووها طين ورق ما هو اشتغلوا بيها ولا ما اخترقوا هاي. بعدين سووا غيروها. إنما بالنسبة قلنا هذه القحف اللي قصدي الزنبورة الخشب، الخشب ما تلعب قبل 65 سنة تقريبا، 60-65 سنة بالغالي الريف. احنا غانا ايش دخل؟ احنا ايش الخشابة؟ اشابه على غاني الخشابة اللي يقول صناعة الابلام وان شاء الله. فسووا الحفرة لك الخشبة، هاي معلومة دقيقة. هذا الصندوق الاسود مال الخشابة كله مخزون عندي، موجود عند كل التر. هواي امور انا راح اسال بها امور يعني، راح ادوخ الوادم، راح اسال اسئلة راح اقول لكم بها، وما راح انا متاكد بكلام. وهسه حفظوا الفيديو يمكم، راح اسال اسئلة على شغلات ما راح يجي ما حد راح يجاوبني عليها. راح يقولوا محمد لا عادي تجيب من جيبه، وناس تقول من جيبه، عمي هاي الطريقة الأصلية. واتحدى اي واحد اي شخص نعم بالخشابة، هاي اول شغلة اخترقوها سووها بالخشابة، لا خشبة حفروها ولا اول ما سووا هذا. بعدين سووا القحف من طين، من طين وبكتها سووها ودروا قماها بجلد وظل يدكيفون بيها.
واضح معلوم هذه شغله. اللي قال لي مال خشبه حفراها وما ادري شني صح انه يعني يشتغلوا يقولوا اشتغلوا بلا بحب صناعه الابلام، بس هاي الطريقه سووها مو حفروا الزنبوره وسووها سووها كاسوره. هذا الكلام غير صحيح واتحدى اي شخص، وانا مسؤول عن كلامي. هذه وبس هذه الخشابه من عده سميت بالخشابه. هذه خشبتين وقبقاب هي الطريقه الاولى لاختراع الخشابه قبل اكثر من 1250 سنه، وهي قاعد اكرر لكم لا غيرها. واليوم 17 تاريخنا 17 يوم الجمعه 17/11/2023. شفتوها كيف واضح الخشاب الاصلي. اللي يقول غيرها لا عقله معلوماتك عن غير صحيح، وتحدى اي شخص مع احترام اعتزازي لهم. اللي يقول ما غير شيء الخشبه والمدرج، لا خشبه بدات بالستينات طلعت، وهذا كلام ما غيره. تحيات اخوكم الخشاب سجاد العبادي ابو محمد صاحب مكتب خشابه الخصم، حياكم الله.